أهلا بكم. بعد تغريدة له على تويتر ودع بها العراق، وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيران قبل أيام. وقبل يومين ظهر زعيم التيار الصدري بجوار المرشد الإيراني علي خامنئي وقاسم سليماني. هذه الزيارة لاقت قبولا من بعض أنصاره ورفضا من عراقيين آخرين. فما هي أسباب زيارة الصدر إلى إيران؟ ما هي أبعاد ودلالات هذه الزيارة وفي هذا الوقت بالتحديد؟ هل تغيرت رؤية الصدر تجاه إيران وفق المتغيرات على الساحة العراقية؟ هل زيارة الصدر لإيران في هذا الوقت جاءت لترتيب الأوراق في ظل الحديث عن إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي؟ أم أن سبب الزيارة جاء بسبب الضربات الصهيونية على مقرات تابعة لبعض ميليشيات الحشد المرتبطة بإيران؟ ألم يفهم من تغريدة الصدر الأخيرة بعد إعلان أبو مهدي المهندس تشكيل قوة جوية تابعة للحشد، والتي جاء فيها يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة في العراق، بأنه يرفض هذا القرار الذي جاء بمشورة إيرانية؟ أليس الصدر كما يقال يعارض السياسة الإيرانية في العراق؟ فما الذي تغير الآن؟ أليست السياسة تحتمل الرفض تارة والقبول تارة أخرى؟ فلماذا الانزعاج إذن من زيارة الصدر إلى إيران؟ ألا يحج السياسيون في العراق إلى إيران بكل مذاهبهم وطوائفهم؟ لكن السياسة أليست مصلحة العراق فوق كل شيء؟ أليست إيران سبباً رئيسياً باستمرار خراب العراق على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية؟ أين شعارات إيران برا برا بغداد تبقى حرة؟ هل تمارس إيران ضغوطاً على الصدر لكي يكون بجانبها في المرحلة الحالية بعد ازدياد العقوبات والضغوط الأمريكية؟ ما الذي يستطيع الصدر أن يقدمه لإيران؟ ألم يهاجم الصدر العام الماضي تحالف العبادي والحشد المدعوم من إيران ووصفه بالاتفاق البغيض؟ فما الذي تغير إذن؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أسباب ودلالات وأبعاد زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيران، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. دولة جارة مسلمة صبرت على العراق. القانون الدولي يقول لها روحي أخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1,100 مليار دولار. على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح. نعم نحن مع الإمام. شو تريدون تقولون؟ هل هو تطبيق لشعار إيران برا برا؟ على العراق أن يدفع. أهلا بكم من جديد. إذن نشرت صور حديثة تجمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وإلى جانبهما قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مجلس عزاء بذكرى عاشوراء في إيران. طبعا نشر سليماني على حسابه على تويتر يوم الثلاثاء صورة تجمعه بالصدر وخامنئي، وأشار إلى أنها في مجلس عزاء حسيني. طبعا وجاء من المفاجأة في الصور أو الصورة ظهور الصدر وهو يجلس إلى جانب خامنئي وسليماني، وهو المعروف كما تداولت بعض وسائل الإعلام بمناهضته للسياسة الإيرانية في العراق كما يقال، حيث وصل زعيم التيار الصدري يوم الجمعة الماضي إلى مدينة قم في زيارة مفاجئة وغير معلنة، وأظهرت مقاطع فيديو والصور الصدر وهو يقف في موكب يحمل اسم موكب آل الصدر في مدينة قم وهو يوزع الطعام، كما أظهرت لقطات أخرى تأدية مراسم الزيارة الدينية. طبعا كان زعيم التيار الصدري قد غادر إلى إيران كما أشرنا عقب تغريدة له
على موقع تويتر بعنوان وداعا يا وطني، إذ ظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يزور إيران حاليا كما أشرنا، إلى جانب المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. نتحدث اليوم عن أسباب ودلالات هذه الزيارة، لماذا تأتي في هذا التوقيت مع الحديث عن إقالة عبد المهدي في العراق؟ هل هي صفقة لاستبدال شخصية أخرى بعبد المهدي؟ أم أن الزيارة جاءت بسبب القصف الصهيوني على مقرات تابعة للحشد الشعبي في العراق؟ هل هناك صفقة سياسية من هذه الزيارة؟ ألم يلاحظ في الفترة الأخيرة بأن مقتدى الصدر مناهض ويهاجم سياسة إيران في العراق حتى وإن كانت علناً؟ ما الذي تغير؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة. دعونا في البداية نشاهد مقاطع وصور لزيارة مقتدى الصدر إلى إيران. هذا مقطع فيديوي يظهر المرشد الإيراني علي خامنئي مع مقتدى الصدر في مجلس عزاء بمناسبة ذكرى عاشوراء، وقاسم سليماني كذلك يجلس بجانبه. علي خامنئي ومقتدى الصدر وقاسم سليماني في مدينة قم الإيرانية في مجلس عزاء في ذكرى عاشوراء. ما الذي دفع الصدر بعد مهاجمته يعني فهم من التغريدة الأخيرة بأنه بسبب إعلان أبو مهدي المهندس أنه أعلن عن تشكيل قوة جوية تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، فهمت تغريدة مقتدى الصدر بأنها رافضة لهذا التشكيل، وكما معروف للعراقيين بأن تشكيل هذه القوة الجوية جاء باستشارة مباشرة من إيران وبالتحديد من قاسم سليماني، وكذلك هناك حديث عن صفقة لبيع طائرات مستخدمة تعود إلى زمن الشاه وإلى الحرب العراقية الإيرانية، بيعها إلى الحشد الشعبي من قبل إيران. هناك هذا الحديث يتداول الآن على أو في الشارع العراقي. كيف نفهم زيارة مقتدى الصدر في هذا التوقيت بالذات الحديث عن إقالة عبد المهدي؟ هناك يعني ازدياد وارتفاع في وتيرة الكثير من النواب والكتل السياسية عن ضعف أداء عادل عبد المهدي الذي يعني تم اختياره بمشورة إيرانية، وكثير من السياسيين تحدثوا، كان آخرهم غالب الشابندر تحدث صراحة قبل تقريبا 3 أو 4 أيام بأن قاسم سليماني هو من قام باختيار أو بفرض عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي، عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء ومحمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان كما جاء في حديث غالب الشابندر. إذن ما هي أسباب ودلالات وأبعاد زيارة مقتدى الصدر إلى إيران في هذا التوقيت؟ معنا أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. لأبناء شعبنا المشاهدين قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك. بالنسبة مقتدى رجل يعتبر يعني منافق لدرجة كبيرة جدا. احنا أبو علي أرجوك أبو علي. أبو علي. احنا إذا أريد نتحدث أرجوك بدون أي تجاوز. لك الحق بالانتقاد لأي شخصية ولكن بطريقة ما فيها تجاوز. أرجوك. تفضل. يعني هو منافق هي صفة. نعم. هي مو أنا ما سابة. لا هذا يعني يعتبر تجاوز حتى إحنا نبتعد عنها وما ندخل ما ندخل في 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 سجالات. تفضل أرجوك. خلاص أنا عاجز. نعم. رجل يعتبر مزدوج السياسة. يعني ساعة مع هذا الشخص ساعة مع إيران. يعني هو الكل معروف حاته إيران برا برا. طيب إيران برا برا شلون وأنت تروح لإيران الآن؟ مقتدى الصدر هو محسوب شيء واحد انه ايه تيار شعبي كبير وهذا شيء ما حد يقدر ينكره، لكن هل استغل التيار في مصلحه العراق؟ الظاهر انه في مصلحه العراق ولكن الباطن لا. يعني كل الوزراء اللي هو قال عنهم فاسدين التابعين للتيار الصدري لم نشهد محاماه، انما اللي طلع منهم مثل كاظم الصيادي وغيره، واللي اعتزل مثل كان نائب الاعرجي همينه. فهو ذهاب الإيران مجرد إيران تريد تكسب هذا الرجل، تكسب مو مصلحة الشعب العراقي،
وانما لدعم اولا لبقاء عادل عبد المهدي بالسلطه. لما يوميا يقولون راح نلغي عادل عبد المهدي، يعني تشوف لضمان بقاء لو لاقالته؟ لا لا، لضمان بقاء عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي هو يخدم سياسه ايران، صح انه مو الظاهر انه مو مايل لايران كثيرا، لكن هو اولا ما دام هو ما يحجم الحشد فلذلك هو مع سياسه ايران، لان الان كل المنطقه العربيه تريد رئيس وزراء عراقي يحشد، عفوا يجمد الحشد الشعبي، لان يوم الحشد او بين قوسين الحشد الشيعي اللي هو كل الشيعة يريد يصير دوله مكان دوله، يعني خاصه التصريح الاخير مع القوات الجويه، هم كذلك القوه الجويه للحشد. هي هذه ايران تقنع مقتدى الصدر بها انه هذا مصلحه العراق حتى يحمي اجواء العراق، انتم جيش ما عندكم، انتم جيشكم بين في دخول تنظيم داعش، لولا ايران والحشد ما انقذتم مناطقكم، هذا كله حتى يبينون لمقتدى الصدر. لكن هل اكيد لا تسمعني اخ؟ اسمعك ابو علي، اسمعك. يعني فهل هي حقيقه؟ هل الواحد يعني هل ايران الصدر في مساعدات يبني مدى ولا يعمر معامل ولا يبلط شوارع ولا يبني سكن للمساكن للايتام واللي نقول انهم شهداء من الحشد؟ هل اعطوا لعوائلهم شيء؟ هل ايران اعطت هذا الشيء؟ يعني هم انصار حتى تحدثوا على تويتر، قال لك يعني كذلك مقتدى الصدر ذهب الى السعوديه العام الماضي، وكذلك هناك يعني اغلب السياسيين اذا مو كلهم يروحون لإيران، فما العيب بزيارة مقتدى الصدر إلى إيران؟ أنا أقول لك العيب شنو؟ أستاذ الكريم، مقتدى من راح للصدر، عفوا مقتدى من راح للسعودية إيران. والإمارات واثنينهم، لا خلينا نحكي على السعودية، مو حبا بالسعودية، وإنما هو أساسا السعودية كانت تريد من مقتدى إن شافت عنده شعبية وقبل الانتخابات قالت إحنا ندعمك بالمال بالانتخابات على شرط أنه أنت تمسك السلطة في العراق، وأنت قالوا له انت عربي، انت ما متابع لايران، واحنا راح ندعمه على ان يكون صار اتفاق بيناتهم على ان يكون رئيس الوزراء هو من الشيوعيين. لذلك لو تلاحظ قبل الانتخابات اندمج مقتدى الصدر سوى تحالف مع الشيوعيين، وهذا نقيض، يعني الشرق والغرب كيف يتحدون مع بعض؟ هذا ما يصير. فبعد ان فشل بالانتخابات خلاص، وخذ فلوس طبعا من السعوديه والامارات، طلع من عندهم راح الايران. حتى قويه في العراق بالضبط، يعني معروف هو اللي سحب البساط من تحت ايران، وهذا كل من فلذلك يعني لمصلحة زين ابو علي بالضبط. يعني انت شو تشوف نتائج هذه الزياره؟ يعني عندنا اتصالات. والله شوف، اول نتائج احنا كشعب عراقي، نتائج هل هي تخدم الشعب ولا تخدم السلطه الموجوده؟ هي ما تخدم الشعب، ماك احد خدم الشعب. يعني هل هو لو مقتدى راح لايران وقال احنا نريد تعمرون وتبنون، هسه ما لازم المناطق الغربيه، اتركونا المناطق الجنوب، يعني اخواننا من الشيعه اللي هم بالجنوب كلهم اللي احنا قاعدين بيناتهم، تعالوا ابنوا لهم. والله انا يعني مع مقتدى، اول واحد يهوس المقتدى، بس ماكو، ما اشوف هذا الشيء. هي اساسا ذهابه مجرد لترضيه مقتدى، شو تريد احنا حاضرين، بس خلي الحشد هو الاقوى، خلي نسوي القوه الجويه، خلي نكمل، خلينا نقوي الحشد حتى يكون داعم للجيش. وطبعا هذا عذر، وهم دعوا تفكيك الجيش بالاخير، هم جماعتهم نفسهم مو قالوا خلينا نفكك الجيش، خلينا نلغي الجيش. فهم هذا، هم اساسا الحشد صار دوله. الان خلي اتحدى عادل عبد المهدي باكر يقول يلغى الحشد الشعبي ويحل ويصرحون من الخدمه. انا اشكرك ابو علي من واسط، كان معنا اتصال ابو شيماء من دياله. تفضل ابو شيماء. اخويا تفضل، اهلا وسهلا. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي هو مقتدى الصدر من معرفه عميل من زمان لايران، هو مقتدى الصدر وهاي الشله فاز جتنا من 2003 تغمى على الشعب العراقي، من معرفه هو مقتدى الصدر، هو براس خير، ولا براس خير ما يصيحون هيهات منه ذله، وهو كلهم ذله. و جونا من 2003 اللي هاليوم هذا جو هم انتقام من ايران، زين هو قبل احنا ما نعرف بايران وعميل، هم جوي يدون يحاربون الشعب العراقي. يعني نرجع ونأكد أبو شيماء، نبتعد دائما عن هذه الصفات. إيه. ونبتعد دائما عن السب والشتم. إحنا ده نطرح موضوع. إحنا
بنطرح موضوع نستطيع نعبر عنه بكل يعني بكل احترام ان شاء الله. احنا مو نعم. مواصفاتنا سب وشتم بس هي هاي صحيح بغض النظر عن اي شخصيه خليها ببالك يعني زين. يعني بغض النظر يعني ان كان زعيم التيار الصدري ولا ائتلاف دولة القانون ولا اي سياسي بالعراق ولا اي مسؤول احنا نطرح الموضوع ونتحدث عنه بكل شفافيه وبكل اريحيه بدون اي تجاوز. والله احنا مو مصفاتنا الشتم مستقبل بس هي هاي واقع يا اخويا نعم. هو هذا الواقع. تعال شوف محافظاتنا هو مختلف صدر هسه مو مسؤول على السجون السريه مو مكتب السنه مو هاي السده تشهد عليه ليش ويا يا يوم هو فهد العراقي من مختلف صدر. تعال شوف هاي سيعطيك مركز كامل بالخالص مختلف صدر يقوده محافظه دياله سجون سريه وقتل وذبح يا شي. هو اليوم احنا ندري بيروح لايران ويرجع لايران جماعته يطلعهم يظاهرون ويقشمرهم يقول لهم ها روحوا سجنوا جماعتي مالي دخل بيهم يقشمرونا بكم فلس. احنا مو من صفاتنا يعني واحد يسب ويشتم وهذه بس هي هاي واقع يا اخويا زين. هم ايران دزوها منا انتقام ينتقمون من عندنا من الشعب العراقي. شوف بالذبحه وكتله وما خلوا شيء ابدا اشياء خلق الله ما سواها بينا زين. وهسه هم زين تصحف حقيقته من جو يشتغل على الشباب العراقي ما حد يدري بيه يقولون هذا شريف. هسه تصحف حقيقته قاعد بصف الخميني وطاق صور هذا الشيء يدور من عنده هي الحكومه كلها خليلك من عندها زين. طبوا علينا عده بابات الامريكيه بالقوه نطلعهم بالقوه الا الشعب العراقي يتكاتف كله ايد بايد ونطلعهم بالقوه زين. هذا اللي نريده وانا اشكرك قلبي. انا اشكرك ابو شيماء من ديالك. انا معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه. تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. مساء الخير استاذ عمر. مساء النور اهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ حياك الله يا اهلا بك. تحيه لكم تحيه لقناة الرافدين تحيه الكادر القناة تحيه الاخوان المتصلين. اهلا وسهلا. بالنسبه لزياره ما يسمى بمقتدى صدر ايران هي شيء طبيعي كل اول شيء هي لا تخدم الشعب العراقي هي من اجل السرقات كل السراق وكل الخونه بالعراق لازم يكونون تحت ايران لان النفوذ الايراني داخل العراق خطير يصفونه لو ما ينفذ الاوامر الايرانيه يجري كما جرى اوس الخفاجي نفس الشيء مع العلم انهم زعماء مجرمين وقتله. فبالنسبه لانه وطني وكلام هذا كلام فاضي نحن نعلم بس انه هو يسوي اتباعه وعلشان الكعكه يقول لهم انا عندي جمهور وانا عندي علشان يتقاسم معهم الكعكه ولا يكفيك بس جلسه عند غندره الخان فهم كلهم لا يعني نرجع ونقول ابو فيصل نبتعد عن اي سب وشتم او اي اوصاف مخل ارجو من المشاهدين يعني ماشي الرجل خايف ماشي احنا ممكن احنا ابو فيصل تفضل يعني احنا ممكن ننتقد خصمنا اذا انت تعتبره خصم او تيد انه عندك ادله على فساد سياسي او مثلا جرائم نتحدث عنها مثل ما قلنا بكل شفافيه وكل اريحيه لماذا احنا دائما والله حذاء فلان والله هذا منافق والله هذا هو جالس عنده يا استاذ عمر شوفه بالصوره يعني ما احنا ماشي لا نظلم ولا نقول يعني كثير من السياسيين يجلسون مع خامنئي وغير خامنئي بس مو بهذا الشكل يا استاذ عمر. نعم هو نريد نعرف احنا بدنا نطرح الموضوع نريد نفتهم ليش بهذا التوقيت. استاذ عمر هو بالنسبه لزياره ولا تخدم الشعب العراقي هذه اول واحده نقولها. نعم. احنا ما نقول فيها الا هذا انه الرجل عميل وهو يدعي بانه وطني وانه ليس وطني وانما هم من الميليشيات واحد من الميليشيات وهو مرتكب جرائم ضد الشعب العربي كل العراقيين نعم. يعرفون هذه. ابو فيصل من السعوديه وشكرا ومع التقدير اشكرك واحنا دائما ناكد اعزائي المشاهدين بان هذا البرنامج هو صوتكم يعني اسم على مسمى وما يطرحه المشاهد والمتصل هو رايه ولكن احنا لما نقول ودائما نذكر بانه احنا ما نريد ونبتعد يعني دائما ننصح اخواننا ونتحدث بانه يجب ان نبتعد عن كل امور او كل كلمه فيها سب وشتم هذا مو لائقه بالرجل ولا لائقه بالعربي ولا لائقه بالمسلم. فاحنا حتى اذا كان خصمك وانت مثلا ما تحبه عندك خصومه معه عندك اختلاف معه بوجهات النظر انت ممكن تتحدث باريحيه وبكل شفافيه واحده اثنين ثلاثه وخلاص
بدون هذه العبارات. أبو حسين من الواسط، تفضل أبو حسين. نعم، أبو جعفر من مدينة الصدر، تفضل أبو جعفر. السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك ولإذاعة الرافدين المجاهد البطلة. حياك الله، أهلا بك، أهلا وسهلا. الله يسلمك. أخي عمر، اليوم موضوعكم على ظهار سماحة السيد القائد مقتدى الصدر إلى إيران، أي زيارة السيد القائد إلى إيران. نعم. حقيقة أنا من وجهة نظري القاصرة أقول بأن السيد المقتدى الصدر الله يحفظه ذهب إلى إيران، ممكن أن يقول لهم توقفوا على ما فعلتموه من 2003 ليومنا هذا بالعراق، وإلا اليد الطولة موجودة. حقيقة هذا رأيي القاصر. نعم نعم. لأن مقتدى الصدر الله يحفظه رجال وطن، مجاهد بالمجاهد، وتعرض والده استشهد على يد النظام البائد، والرجل من عائلة مجاهدة، والرجل معروف وذات حزب كلش عريف ومعروف، والدليل على ذلك آخر ما تمكن أو آخر ما تكون له جيش. نعم. هو جزء معروف تاريخ العائلة، يعني معروف ما يحتاج. نعم، بس احنا نريد نعرف ليش بهذا التوقيت. هل هو لاستبدال عادل عبد المهدي؟ هل هو بالفعل لإنشاء لإقناع يعني مقتدى الصدر بإنشاء قيادة عمليات جوية للحشيد؟ هل هناك أمور أخرى بسبب الهجمات الصهيونية على مقرات الحشيد المرتبطة بإيران؟ هل هو بسبب العقوبات الأمريكية المتزايدة على إيران؟ هذا اللي نريد نتحدث فيه. صدقني أخ عمر، أكو فد رواية اللي صار قدام من أحد أعضاء البرلمان اللي هي قبل دورتين، يقول ذهبنا إلى إيران اجتمعنا هناك بالقادة. نعم. فصدقني ايش قال لهم؟ يقول جزء انا من هذه المجموعه وهذه اللجنه اللي ذهبت من العراق الى ايران للمناقشه والنقاش حول الوضع السياسي في العراق، انا احكي لك اقسم لك بالله لي شخصيا تكلم لي هذا الشخص اللي هو عضو برلمان. قال ايران نصحتنا برأيين او مثل ما تريد بشرطين أو هدفين. قال لهم يا أما الصناعات العراقية والزراعة وكل هذه الشركات توقف وما تفعلوها في العراق، ونحن إن شاء الله نساعدكم على مسألة التدقيق، التدقيق والقتل والاغتيال وإلى آخره، وإلا إذا فتحتم أو فعلتم صناعتكم وزراعتكم فإحنا يوميا أقل شيء في بغداد 80 70 60 سيارة مفققة. يشهد الله. شوف هاي إيران. نعم. الرجل موضوعنا الرجل مقتدى الصدر الله يحفظه، السيد مقتدى الصدر ممكن أن ذهب كما ذهب إلى السعودية، إلى السعودية العربية، مو دولة السعودية العربية ذهب بستعرف التنفوذ إيران ويد إيران بالعراق مو مثل السعودية وغير السعودية. أكيد نعم. لا يذكر لا نستطيع المقارنة صراحة. لا مستحيل. نعم. مستحيل 1% ما تكون. نعم. إيران يد طولة في العراق مولانا. إذا كان أخي عمر، إذا كان في الزراعة أو في الصناعة أو في السياسة أو إلى آخره، حتى في الميليشيات هي تابعة كل إلى إيران. نعم. ولكن نرجو من الأخوة الأخ فيصل من الدولة العربية السعودية، والأخ من من الديوانية، عدم التجاوز مثل ما تفضلت وعجبتنا أخي عمر من قلت لهم. لا هذا الحوار خلينا مع أي شخصية أبو جعفر، أي شخصية بالعراق، أي شخصية بالعراق وخارج العراق. احنا جايين نتحدث بكل احترام وعلى شاشه، احنا يعني ما مقبول هذا. معروفه ان شاء الله عدم وجود الطائفيه بها، وهذا وانا رجال ابن مدينه الصدر اتكلم معك صدقني عاجبك له ليل ونهار، انا باوعديهم تابعهم تابع القضايا الاجتماعيه والسياسيه. نعم. وكل القضايا معاكم. فخير الكلام ما قال له اخي عمر. انا يعني انت شوف الزياره من اجل مصلحه العراق ولا مصلحة إيران؟ إلى مصلحة العراق يقول لهم اليد الطولة هنا، ترى إذا ما سحبتم اليد الطولة بأن أقطعها لكم. أنا رأيي القاصر. نعم. بأن يقول لهم كافل لنا وكافل لأن الشعب العراقي وهلك وهذه الميليشيات وهذه الشغلات والدعم وغيره، وهاي إسرائيل اللي قاعد يومية تضرب المقرات للحشد. حبيب عمر، أخي عمر. نعم. حقيقة هاي كلها بسبب من؟ سبب إيران. فأنا رأيي القاصر بعد الله أعلم. وأنا أشكرك أخي عمر. وأنا أشكرك أبو جعفر من مدينة الصدر، كان معنا من بغداد. أبو حسين من واسط، تفضل أبو حسين. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعاً يشرفني لأول مرة الاتصال بالقناة الوطنية قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك، نشرف بك. تحية والدوم. الله يسلمك. تحية والدوم. الله يسلمك ويحفظك. طبعاً تنويه بسيط،
أرجو من بعض المتصلين الكرام، بعض متصلي قناة الرافدين، أن يتحفظوا باللغة مالتهم، يعني آداب اللغة والحوار الرسمي. نعم. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق. نعم. الله يسلمك. فإحنا الإخوان يعني علموا الخروج يعني من يعني آداب الحديث شوية حلوة شواهد. نعم. لأنه أكو وهذا اللي نذكر عليه دائما. استصداد بالمي العكر. نعم. وهاي الأمور. بالنسبة لمحور الحديث أستاذ عمر. نعم. إحنا أنا حياني مدرس. لو انظر للعمليه التربويه حاليا اشوف فشل في العمليه التربويه من 2003 لحد الان، والسبب تعرف السبب. نعم. انه المحتل امريكا اجتاحت العراق من جنوبها الشمال، وزرعت الفتنه والتمييز، فلشت المجتمع، دمرت الصناعه، الزراعه، زين دمرت التعليم، دمرت الطب، يعني حتى النفسيات العراقيه كعراقيين احنا كبذرة كأفراد اختلفت الكينونة مالتهم. يعني أبسط شيء يعني عدم الكفاءة بالمهنة، الخروج عن المهنة، الجشع، النفاق، تفكك المجتمع تقريبا. فالعراق يحتاج إلى صحوة. هاي واحد. اثنين، بالنسبة للسياسيين ما عندهم هذا الشيء، ما يخدمون جاي الشعب. نعم. السياسيين عبارة عن ناس موضوعين من قبل المحتل. فهذا احنا من اللوم اولا من اللوم الامريكي، وثانيا اللوم من جاء على ظهر الدبابة، لانه هذا ده يخدم مصالح امريكا اول ومصالح بعض الدول يعني منهم الناس. نعم. فاحنا هاي مو رموز وطني، لا بالعكس، رمز وطني اللي يخدم بلده اللي ينظر شعبه. يعني شوفوا فقر وفاقه وفقر بالعراق، يعني وين وصل؟ خصوصا بالجنوب، الجنوب لا اعمار لا خدمات، وش ماكو؟ نعم. عماله بطاله ما موجوده. يعني شوف نسبه الطلاق، نسبه الطلاق يعني فرق، قام ما يقدر يعني حياته يضطر يطلق ظروفه الماديه. الطلاب. نعم. العمليه التربويه فشلت يعني كل النواحي. نعم. فاستاذ عمران يعني برايي يعني ما يوجد رمز وطني، الرمز الوطني لازم هذا ينطق عن طريق ثوره مضاده. نعم. الشعب يحتاج صحوه ضمير. نعم. انا اتشكر منكم واسف على الاطاله. لا بالعكس، انا اشكرك وشرفنا بك ابو حسين من واسط. اخ عزيز ربي يحفظك. ابو زيد من القادسيه، تفضل ابو زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك يخليك. بالنسبه لمقتدى الصدر اللي احنا نقول عليه عقل وصار زعيم وصار قدوه، شو كل ما يكبر هذا يخرف. ابو زيد يعني احنا كل شويه نعيد الكلام، احنا مر التجاوز ارجوك. هو شو قال بالتغريده؟ انتقد بس بدون تجاوز ارجوك. تمام. هو قال بالتغريدة مالته وداعا موطني، احنا غير من قال وداعا موطني قلنا هذا راح يطلع بشيء يفيد الشعب، راح يطلع شيء يفيد الناس المحرومة، الناس اللي ما تاخذ حقوقها من 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 هاي الطبقة الحاكمة اللي متسلطة علينا، قلنا هذا راح يفيدنا، راح يسوي شيء من صالحنا، شو كل شيء ماكو. شو ثاني يوم طلع بإيران، زين وداعا موطني وين يروح لإيران؟ شو يسوي بإيران؟ يريد يصير ويا محور المقاومة هو ويا محور الممانعة؟ غير يريد نعرف هو هذا شو يسوي؟ شو يريد يفيدنا؟ ايش راح يسوي من يوم الخميني هناك من راح؟ شنو اللي يقدمه للشعب العراقي؟ هو من قال الوداع عن موطني، ايش نفتهم احنا من هاي ويطلع هناك قاعد ويا الخميني وقاعد ويا الحكومة الإيرانية؟ الخامنئي تقصد؟ نعم. الخامنئي. نعم. شنو اللي احنا نفهمه من وداع عن موطني ويطلع ورا يوم يومين قموا هناك بإيران ومسوي مجلس عزاء وهناك، شنو اللي احنا نفهمه؟ شنو هاي بصالح منه؟ شنو تداعيات هسه؟ يعني روحته وينقصف على الحشيد ويا هاي الهجمات الاسرائيليه على مقرات الحشيد ومستودعات السلاح، راح هناك لإيران، شو يريد يبرر هو؟ شو يريد يسوي؟ ويا منو يريد ينضم؟ يعني هو عنده أكثر من 35 نائب بالبرلمان العراقي وعنده وزيرين، يعني هو وثاني يوم 47 نائب تقريبا. نعم بالضبط. يعني ويصرح أحد أعضاء سائرون بالبرلمان يقول إحنا
ويا حكومة عادل عبد المهدي وندعم الحكومة، شنو هذا التبديل اللي على السريع بس وصل هناك بدل وقال ماكو تفاوض على عادل عبد المهدي هو المرشح الوحيد ويبقى برئاسة الوزراء؟ نعم هاي تصريحات لكتلة السائرون في البرلمان. يعني هاي تصريحات بالضبط، يعني ليش هاي من راح الإيران وهي تتبدل الموقف ماله؟ زين أي زعيم أي قدوة؟ إحنا غير نريد الزعيم القدوة، شيء صالح الناس المساكين الناس الفقراء، ليش نفتهم منهم ذولا؟ والله ما أعرف. والله ما أعرف. وإحنا نشكركم على هذا البرنامج. أنا أشكرك أبو زيد من القادسية، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد. طبعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي أكد بأن قرب الصدر من خامنئي لا يعني أن أمره سيكون بيد إيران أو أي شخصية، وأكد بأن الصدر حضر مجلس عزاء فقط، لو كان هناك لقاء أو اجتماع آخر لا نقلته وسائل الإعلام ولا يوجد أي شيء مخفي يقوم به مقتدى الصدر، كل تحركاته كما يقول تكون علنية، فلا توجد أي لقاءات سرية بين الصدر أو أي مسؤول إيراني، واللقاء كان فقط في المجلس الحسيني. طبعا مثل ما أشرنا في بداية الحلقة، يعني كان هناك تفاعل حول هذا الموضوع وهذه الزيارة بين مرحب وبين منتقد. خلونا نقرأ لكم بعض من هذه التغريدات على موقع تويتر. محمد علي الحسيني قال: مقتدى الصدر إلى جانب قاسم سليماني وحسين سلامي عند الخامنئي، يقول: نصيحتنا للسيد مقتدى، مكانك ليس بين هؤلاء الذين استباحوا الدول العربية وعاثوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل، وهم يعطونك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، تذكر أن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. محمد علي الحسيني. نعم. يقول آخر: سياسيون وقادة فصائل عراقية أعلنوا بيعتهم وتبعيتهم لسليماني، وبذلوا كل شيء لإرضائهم، فقط الزعيم السيد مقتدى الصدر يطابقها عقائديا ويعارضهم سياسيا، وبرغم ذلك يبقى الزعيم الصدر المعارض لسياسة حكومة إيران هو الأول، فالصدر متصدر عند خصومه ومحبيه، هذا هو قائدي المهندس حسنين الساعدي. شاه القرداغي كذلك علق على الصور وقال: مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في حسينية الخميني بجانب علي الخامنئي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني. معنا اتصال أبو كريم من الفلوجة، تفضل أبو كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أي أستاذ عمر. نعم. يعني هل معقول السياسة مع إيران أحسن السياسة مع العراق؟ نعم. هل معقول؟ يعني هل معقول؟ يعني كيف تقصد تقديم مصلحة إيران على مصلحة العراق، هذا اللي تقصده؟ طبعاً. نعم. هذا
يعني احنا ما نروح بهاي الحكي مالهم، واحنا ضعنا اليوم، اليوم صارنا 18 سنه. نعم. لا يضحكون علينا هيك قروض. نعم. واحنا احنا هسه عندنا 18,000 اسير عندهم. 18,000 14 بدياله و14 بدور في الصخر. والشعب كله اسير. استاذ عمر. استاذ عمر احنا احنا ضعنا ذولي ذولي يعني ما يضحكون علينا، كافي يا استاذ عمر. نعم. ما يعني هو يعني هو التساؤل ليش صحفية. ليش بهذا الوقت جت زياره مقتدى الصدر؟ استاذ محمد شلون تقرا التوقيت انت؟ هل هو بالفعل فقط لحضور يعني مجلس عزاء بذكرى عاشوراء؟ لا لو شنو؟ لا استاذ عمر لا. نعم. لا هذه كلها من اجل مصالحهم، يعني الشعوب كلها ضغطت عليهم دا يروح يقول لهم هذا غلط، انتم امشوا ويا ويا امريكا ويا هوا امريكا. نعم. وياي وياك استاذ عمر اسمعك، هذول يمشون هسه يريد يرجعون ويا هوا امريكا، لان الدول كلها صارت ضدهم، فمصالحهم فوق مصالح الدنيا كلها. نعم. يعني مره استاذ محمد مره صحفيه كويتيه راحت سوت في ذاك الوقت سوت صحافه بامريكا بالبنتاغون قلبت الدنيا على العراق، واحنا ألف صحفي خارج العراق ما قاعد يسوي، احنا عنا عليكم استاذ عمر. نعم. مقصرين احنا بالرافدين استاذ عمر. اي طعونا اي احنا ما عندنا غيركم ترى. نعم. ما عندنا غيركم استاذ عمر، اطلعوا بالصحافه خارج وفوتوا على الدول الكبرى مو الصغرى، لا السعوديه ولا مصر ولا الدنيا ولا كلها. روح الإيراد ابعد شوية على بالسياسة والفكر. نعم. إيه استاذ عمر هذا الحكي، احنا الحكي بعد ما يفيدنا مال مصالح ما مصالح. الحكي وصلت يعني الناس انقتلت، نص العراق انقتل. نعم. اطلعوا لنا هناك، احنا ما يفيدني لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، يفيدني انت اللي خارج الصحافة. صدقني انا اذا اطلع برا انا الرجال العامي اذا اطلع خارج الدول الدوله مالتنا على الدول القرب الا اسوي شيء. نعم. اي استاذ عمر مشدونا شوفوا لنا حال بفلوس بناموس، احنا كرامتنا فوق كل شيء. نعم. انا اشكرك ابو كريم من الفلوجه. اي طبعا طبعا ان شاء الله، والله احنا اللي نقدر عليه يعني من خلال شاشه الرافدين لكشف اللي دا يصير بالعراق، ان كان على مجال الفساد ولا الجرائم بحق الإنسانية ولا المعتقلين ولا المغيبين ولا الحالة الاقتصادية أو الحالة الاجتماعية والسياسية، وفي كل جوانبها في نشراتنا في برامجنا في تقاريرنا، كل هذا يطرح يوميا عن مأساة العراق المستمرة منذ العام 2003 ولغاية الآن. أنا أشكرك أبو كريم من الفلوجة. أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. انقطع الاتصال مع أبو عمر من السليمانية. طبعا احنا نذكر أنه العام الماضي صار خلاف، كنا نتذكر أنه في أبريل الماضي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعني شن هجوم على ميليشيا الحشد الشعبي بسبب الدعم الذي قدمه الأخير لإيران إثر تعرضها لفيضانات في ذلك الوقت، والصدر انتقد في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقال مسارعة يعني عن مسارعة الحشد الشعبي إلى مساعدة الإيرانيين ومتجاهلا لمعاناة العراقيين، وأكد بأن هذه المهام يجب أن يتولاها الجيش أو اللجان الشعبية، وأضاف أنه من الأولى مساعدة العراقيين وإغاثة الأهالي وبعدها يمكن مساعدة إيران، وأوضح في ذلك الوقت بأنه لا تزال الكثير من مناطق العراق تحت خطر السيول سواء من جراء الأمطار أو لأسباب أخرى، ودعا إلى تقديم التبرعات وعدم استعمالها بهذا التوجه لإيران. هذه احنا نذكر فيها فقط يعني بعض الرسائل أو المؤشرات. كذلك أنه كان في العام الماضي يعني في الانتخابات عندما على أساس أنه يتحد الحشد الشعبي مع قائمة حيدر العبادي، فشن هجوم يعني ووصفه يعني كان أنه غير راضي لأنه مدعوم من إيران. طبعا في وقتها لم يدم هذا التحالف بين الحشد وبين العبادي، ودخل العبادي في وقتها بقائمة منفصلة عن
العبادي. أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أشوف التلفزيون. نعم أبو أحمد. ويا عمر شو ما يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم عمر معك، تفضل. أستاذ عمر أشوفك. هلا بيك يا أهلا وسهلا. تسمعني؟ أترجى من مقتدى الصدر. نعم. أترجى من مقتدى الصدر. أكو واحد قبل كم يوم طلع شيعي هو. يعني ما جل احترام للشيعة. نعم. يعني ما طلع قال ابني قال أخوي طلع أسير في إيران على حدود روسيا 450 واحد ما. قال طلع أخوي بالتلفزيون طلع وياهم. أترجى من مقتدى الصدر إذا هو عراقي يقول له الخامنئي يقول له هذا شيعي ليش ما مسيبه هاي 26 سنة ليش؟ ما افتهمت شنو بالضبط أبو أحمد. واحد شيعي اتصل على البرنامج قبل كم يوم اتصل على البرنامج قبل كم يوم طلع لو وين طلع؟ أنت تقول واحد متصل على البرنامج هاي شو نعم أستاذ عمر نعم مقتدى الصدر ما له حق يقعد بين قاسم سليماني ويقعد بين خامنئي ما له حق ليش ما له حق؟ ما له حق نحن نعرف إيران أش عيشوي نحن كلنا عيننا على مقتدى الصدر مقتدى الصدر إذا ما يقف بوجوه هالميليشيات وهل إيش المو والله ماكو حد يقف بوجوه نعم ما لها داعي هو يروح يقعد بيناتهم هم ثاني شيء راح قاعد بيناتهم قاعد هل قال لهم اكو عندنا اسرى شيعة من حرب ايران محتجزين غادي خاطر هالايام الشريفة سيبوهم خلي يروحون على ما يقدر يقول لهم نعم أنا أشكرك أبو أحمد من الموصل كان معنا اتصال مصطفى السيد من مصر تفضل مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أما سيدي بالنسبة لزيارة مقتدى الصدر بعني صفة أصلا يعني بعني صفة لا عندك منصب ولا أنت منتخب من قبل شعب ولا تمثل شعب أصلا ولا تمثل دولة بعني صفة هي العملية كلها بقى شغل عصابات كل واحد جميل لي خمسة ستة ويطلع يعدي الحدود ويجتمع بعصابات وميليشيات ومنظمات إرهابية النظام الإيراني نظام إرهابي أصلا نظام عنصري دولة معادية دولة تقتل شعوبنا وتحتل أوطاننا وتنشر الفساد وتأجيج المذاهب والعنصرية والطائفية لماذا؟ بأن وضع أنت عراقي ولا إيراني كلمة واحدة أنت عراقي ولا إيراني انتماك للإيران ولا للعراق فهمني إذا كنت إيراني روح عيش في إيران وسيب العرقيين يحددوا مصيرهم انت مالكش حق في زيارة نرفض وندين هذا العمل ده يعتبر جاسوس على الأمة العربية لا مو احنا قلنا هاي الصفات يا مصطفى يعني شنو الجاسوس لا. مثلا الجاسوس يعمل بشكل سري لا الجاسوس دولة معادية اقول لك الايران مسيطرة على العراق تقريبا سيطرة على الجانب الامني والاقتصادي والسياسي فهذا التوصيف مالتك يعني ليس بمكانه يعني عدا انه تجاوز دولة معادية يا نعم. استاذ عمر يا استاذ عمر نعم. على كيفك دولة معادية نعم دولة معادية بتعلن الحرب على اوطاننا بتقتلنا في اوطاننا لماذا تمام. يزور النظام الايراني باني حرق وباني صفر وباني وضع من القانون والدستور هل هو رئيس وزراء هل معه منصب هل يحق له ان هو يمثل الشعب العراقي يا سيدة ده مفروض ما كان رئيس وزراء او رئيس جمهورية هو اللي يكون بهذا العمل لو كان منتخب من قبل شعب ده رئيس ميليشيا غير معترف في منظمة ارهابية ده حقيقة للواقع ارجوك ما تفتحش على سيدنا كمل بس لو سمحت ارجوك فاحنا يا عم دي دولة معادية تقتل اوطاننا وتقتل شعوبنا وتزرع الفتن بهذا حق طب كان من باب اولى تزور النازحين والمهجرين او تدفن الجثث اللي في الموصل جثث المدنيين الابرياء من باب اولى كنت تقاوم الاحتلال لو انت راجل وطني فعلا حقيقي قاوم الاحتلال بدل ما تعيش تحت وطن الاحتلال بالذل والعار والمهانه عمي أنا أشكرك مصطفى السيد والله عندنا اتصالات مصطفى السيد من مصر كان معنا أبو نزار من كربلاء تفضل أبو نزار
أبو نزار تسمعني؟ انقطع الاتصال. خلونا نقرأ بعض التغريدات على تويتر. يقول معا حتى النصر كما سمى نفسه على تويتر، يقول يوضح ظهور مقتدى الصدر إلى جانب قاسم سليماني وخامنئي طبيعته، حيث دائما في المعادلة العراقية كما يقول يعمل في نهاية المطاف لصالح نظام الملالي والجماعة التابعة له، بما في ذلك انتخابات عام 2010 التي أوصلت المالكي إلى السلطة على الرغم من خسارته في الانتخابات. يقول آخر وهو دكتور بدري، يقول صدر ذهاب الصدر إلى إيران مجلوسه إلى جانب خامنئي، هذه الزيارة لإنقاذ ما بقي من هيمنة إيران على العراق كما يقول. إيران تلعب في العراق بحصانين، حصان سليماني بجعل العراق تبعية كاملة لها، وحصان مقتدى الصدر بجعل العراق تبعية جزئية. حركة مقتدى لإقناع الشعب العراقي أن إيران هي الأصل في التحالف والولاء. آخر يقول يوسف الجمري، يقول اللواء قاسم سليمان ينشر في صفحته على موقع تويتر صورا تجمعه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي. طبعا هناك من تحدث بأن هناك يعني نشطاء يهاجمون أو نشطاء يرحبون بهذه الزيارة. إذن تحدثنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة حول الظهور المفاجئ لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى جانب المرشد الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مجلس عزاء في مدينة قم الإيرانية يوم الثلاثاء. هذه الزيارة وهذه الصور ومقاطع الفيديو التي يعني نشرناها قبل قليل في قناة الرافدين تأتي يعني مفاجئة، حيث وصف مراقبون بأن علاقة مقتدى الصدر في الفترة الأخيرة كانت علاقة فاترة، وتساءلوا عن أسباب ودلالات هذه الزيارة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.